قد ايه؟ يعني ايه؟ 15 كيلو. 15 كيلو؟ البيع قل عن الاول ولا؟ طبعا طبعا عشان الاسعار. عشان الاسعار. اللي بياخد الراجل مثلا صاحب العيله اللي كان بياخد له مثلا بتاع 3 4 كيلو اخره كيلو ونص. ومستغلين. ده على السوق كله ده. ايه؟ النظام ده على السوق كله. على السوق كله. وربنا يسترها. البوري ده البوري ده بربان. والشابور البلطي البلطي 25 25 25 25. طيب يخسر والله. طيب دلوقتي المشكله ايه بقى؟ المشكله ايه اللي غلى السعر كده؟ السعر غلي ليه؟ والله علم علم العلم عند الله. من عند اصحاب المزارع ولا من عند تجار الجمله؟ العلم عند الله. لا والله يا عم. في احمد